في هذه الأيام أحييت مناسبات أهل البيت في شهر شعبان المعظم هذا، وكل أحياها إن شاء الله بما يكون مرضيا لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلا أن للأسف الشديد انتشر في برامج التواصل الاجتماعي في اليوتيوب والواتساب والفيس وغيرها إحياء حدث في جزيرتنا هاته في ليلتي ميلاد الإمام الحسين وميلاد الإمام الحجة المهدي المنتظر. في إحدى الحسينيات وألقيت في تلك الحسينية للأسف الشديد في كلا الليلتين، ألقى أحد الأشخاص في الليلة الأولى وهو نفسه أيضا في الليلة الأخرى، يعني ليلة مولد الأول والمولد الثاني، في كل ليلة منهما قصيدة، كانت قصيدة قصائد تهريج وقصائد فحش وقصائد لا تليق لا بمقام المعصوم ولا بمقام المكان حسينية ولا بالمناسبة مولد المعصوم عليه السلام، والملقي للأسف الشديد من أهل العلم، وأيضا المخاطبين الجمهور الحاضر الشباب، والكلمات للأسف التي كانت التي تقال في القصيدة كلمات بذيئة، كلمات فحش، كلمات لا يقولها حتى السوقة، وتقال في حق شخصيات علماء دين ينال منهم، هب أنك خالفتهم في بعض الأمور، ولكن ينبغي الرد أن يكون بعلم، والرد أن يكون بالفكر، والرد أن يكون بالمنطق لا بالتهريج. وسبق لهذا أن هرج أيضا ونال من عدة شخصيات في البلاد، مرة من سماحة العلامة الشيخ حسن الصفار، ومرة من سماحة العلامة الشيخ حسين الراضي فرج الله عنه، ومرة وفي كل مرة أخرى هو ينال من السيد فضل الله ومن غيره، ومن السيد كمال الحيدري وغيرهم من العلماء. خالفتهم في بعض الأمور الفكرية أو حتى في بعض الأمور العقدية، ينبغي أن ترد بالعلم وأن ترد بالمنطق وأن ترد بالفكر الصحيح السليم. كيف إذا رددت بتلك الألفاظ البذيئة وأمامك شباب وأنت من أهل العلم، ماذا سيكون رد أولئك الشباب وأنت مربي وأنت موجه؟ وكيف وللأسف في ليلة المناسبة وفي مكان في ليلة إحياء ميلاد الإمام الحسين والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ثم تنشر في اليوتيوب على أن ذلك ألقي في القطيف ويشاهده العالم بأن هذا في القطيف وقيل في منطقة القطيف؟ ثانياً أن السيد له مقلدون في القطيف وفي غير القطيف، وهي مدينة البحرين، دولة البحرين، غالبية شبابها وعلمائها يقلدون سماحة السيد فضل الله، هل لا تحترمهم، تحترم مشاعرهم؟ سمي السيد حية والحية ما تولد إلا حية وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك ينتهي بنا إلى المهاترات. سبق أن قال مهاترات في حق الشيخ حسين الراضي وانبرى له بعض الإحسائيين ورد عليه، ولعلها المرة أيضا ربما قد ينبري له أحد الأشخاص ويرد عليه برد أيضا كذلك كأسلوبه، وهكذا يصير أسلوبنا مهاترات وإحياء مناسباتنا مهاترات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا ويجعلنا من خيرة عباده المؤمنين الصالحين.